بسم الله الرحمن الرحيم. الزمزمي عبد الكريم نائب برلماني عند دائرة سالي الجديدة، عضو ديال الجماعة ديال عامر. المناسبة اليوم هي الحصة الأولى من تدريب لفرسان جمعية ولاد سبيطة، المقدم السكوت محمد والمقدم المقدم الحبشي، للولوج للإقصائيات بين الجهات المؤهلة لجائزة الحسن الثاني بدار السلام. الأجواء هنايا ممتعة ورائعة، التدريب تمر في أجواء جد متميزة. نحن اليوم في ضيافة رئاسة جامعة سيدي أبي القنالدي التي أشرفت بشراكة مع الجمعية على تنظيم هذا اليوم المتعلق بهذه التظاهرة. اليوم الفروسية التقليدية أو ما يصطلح عليه التبوريضة هو تراث أصيل ورثناه عن الأجداد، ولطالما تميزت المنطقة سيدي أبي القناديل وعامر بهذا النوع من 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 الرياضة، واللي كان سعهم طبيعة الحال فاعلين سياسيين في المنطقة أننا نطوروا من طبيعة الحال هذا النوع من 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 التراث حتى لا يندثر، ونحاولوا نشجعوا لا الفرسان ولا الجمعيات القائمة على هذا النوع من التظاهرات. الشكر موصول للسلطة المحلية في شخصي باشاوية سيدي أبي القناديل، السيد القائد والسيد الخليفة والسيدات والسادة رجال السلطة بكل أطيافها. الشكر موصول كذلك لجامعة سيدي أبي القناديل في شخصي رئيسها وأعضائها اللي سهرهم طبيعة الحال على تنظيم هذا العرس. أنا كنسمي هذا عرس طبيعة الحال، من المنتظر أن هاد الفرق هذه اللي مشاركة اليوم في التدريب أنها تأهل للنهائيات إقصائيات دار السلام من طبيعة الحال، وتكون التمثيلية ماشي على مستوى الجهة، تكون على المستوى الوطني. شكرا مرة أخرى لمن ساهم من قرب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة، ولنا موعد ولقاء في تظاهرات أخرى. العمراني أحمد، نائب رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة ديال الرباط سلق ميطرة، وفلاح وكساب ديال هادشي ديال الخيول. عندي البنت مليا بالخيول، عندها شي سته ديال الخيول، وكانت اليوم هاد التدريب ديال الاقصائيات ديال بوزنيقه، من بعد بوزنيقه تيمشيو لدار السلام، وحنا كغرفه فلاحيه وكفلاحه تنساندو مي الخيل وتنمشيو معاهم في الخط ديالهم وتنساندوهم على قدر المستطاع ماديا ومعنويا. والله ما الحمد لله التراث هذه كانت الشريفه الله يرحمها لاله امينه هي اللي كانت سباقه لهذا التراث هذه. من بعد وفاه ديالها جا الامير الله يزيدنا في عمره، وسيدنا الله ينصره تواعطى جوائز وتحفيزات لمي الخيل، وحنا ديما ملي تكون هذه الاقصائيات تنساندوا الناس ما تندخلوا فيها لا سياسه ولا يديك ولا يخليك. السياسه كاينه 15 يوم في 5 سنين، من بعد هاد الناس هذا خصهم يتعاونوا وماديا ومعنويا. اللهم لك الحمد، حتى الساكنه ديال عامر والساكنه ديال بوقلاد الجماعه الحضاريه كانت معطشه لهذا النهار ديال اليوم ديال التدريب، وتنتمناو هاد الصربات اللي هما غيمثلوا العماله ديال سلا وبخصوص الجهه تنتعاونوا معها. وسيد سكوات اللي هو تكلاسا العام الاول 5 ايام في دار السلام، وهذا العام تكلاسا في دار السلام 5 ايام وفي جديده 5 ايام، وحنا اي واحد يستاهل. انا عندي 3-4 ديال الخيول اللي مع الصروبات السكوات، ولكن واخا عندي ولدي وعندي بنتي تتركب، حنا اللي يستاهل ويكون قناص ويكون هذا نعطيه الخيل ديالي يركب عليهم، ما كاين حتى شي مشكل، باش تكون واحد المشاركه اللي هي معقوله وتتكون الامور غاده مزيان. وكاين دابا المنافسه ما بين الجهات، وحنا راه الاشاره ديال الجميع. وتنشكروا المجلس ديال الحضاري اللي قام بهذا الشيء ديال البطاقات وقام بالرش، وتنشكروا السلطات اللي هي حاضره من الدرك الملكيه والقوات المساعده وجميع ما يكون. وحنا تيقول لك واحد المثل، جماعه تتغني واحد وواحد ما يغني جماعه، حنا راه الاشاره للجميع، واللي باغي شي حاجه لهذ البلاد تكون مزيانه الله غادي يكون في جنبه. رئيس الجمعيه السكوت عبد القادر نيابه على السكوت محمد مقدم ديال الصربه، حنا تنمثلوا مدينه تيفلت، ولكن اليوم حنا في الجماعه الحضاريه بوقنادل، التدريب ما بين الجهات،
والحمد لله الاجواء اجواء جد 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 في المستوى بالفضل ديال الرئيس عبد الصمد الزمزاني اللي قدرنا ومتنا في هاد يعني بكل صراحه في هاد اللقاء ديال التدريب ما بين الجهات، ولا من السلطات ولا من الامن ولا من سيد الباشا ولا من سيد الخليفه، لا الرئيس العمراني النائب ديال الفلاحه اللي السند الرسمي هو السي العمراني ماديا ومعنويا اللي تيساندنا في السراء وفي الضراء ومعانا حاضر بخيلو برزقو بشغلو بكل شيء. الواحد الساند الواحد اللي يعني مقاومنا في هذه الصربه هو السي العمراني. وبكل صراحه يكونوا غير في كل منطقه جوج ناس ثلاثه الناس بحال الرئيس السي العمراني الحمد لله غيكون عندنا واحد المستوى كبير بكل صراحه. ونطلبوا الله السلامه لجميع الصرب. اليوم معنا السي علال الحبشي ومعنا السي الكبير المجلد اللي ما ساعداتوش الوقت واحد الظروف اللي يعني ما نقدروش نفهموا علاش ولا كيفاش، واللهم يسر للجميع. ديال الطور ديال الحمد لله مزيانه وواحد المستوى عالي الحمد لله، وجميع الصراب ماشي يعني غير في هذه الجهه ديالنا ولا هذا، الحمد لله كاين الناس اللي في المستوى الحمد لله. الناس راه يعني متعوبه وتتسير وماديا ومعنويا، راه كاين الناس اللي تتعاني يعني الا بغينا منطقيا تتعاني يعني من ناحيه هذا. راه واحد عدد ديال الناس بانوا في هذه القمه ديال الخيل وما قدروش يرجعوا للور، واخا من ناحيه الماده ومن ناحيه الدعم ومن ناحيه هذا، راه ما كاينش شي جهه معنيه تدعم شي انسان يقول لك شي حاجه. ولكن تنحمد الله تعالى، اللهم لك الحمد ربي، هذا الشيء فيه البركه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.